لينزل علي غضب إيرليك خان إن دخلت فراشي اليوم قبل أن أنهي نسل قبيلة الكاي. افعل إن استطعت. أتيت لأخذ روحك يا عثمان. أتيت لأخذ روحك. عمي. حانت ساعتك يا عثمان. ماذا؟ ألم تفرح بمجيء عمك دوندار يا عثمان؟ أيها المجرم، لقد قتلت ابني باتور. لطخت خيمة سليمان شاه بدم قريبك أيها الخسيس. فلتغرق في دمك. موت!